حبيتك بالسيف، حبيتك بالشتيم، نطرتك بالسيف، نطرتك بالشتيم، وعيونك السيف وعيونك الشتيم مليانة يا حبيبي. حل في السيف وحل في الشتيم. ايه صار لك بلبنان؟ رح فاجئك. 14 سنة. 14 سنة بلبنان؟ من وين لاريسا اساسا؟ يوكرين. من يوكرين، من اوكرانيا. اول ما جيت على لبنان من 14 سنة، اي صعوبات واجهتي؟ كنت بتعرفي تحكي عربي بوقتها؟ ولا عربي ولا انجليزي ولا شيء. وكيف اي صعوبات بلشت تواجهك؟ كل شيء كان جديد علي. ما كنت عندي ولا رفقة، وكان بس عائلتي وانا بنقدر نحكي بس. يعني كان بعدني صغيرة، يعني كنت عائلتي كانت معك هون، بدي اروح على المدرسة، بدي اروح على جامعة، بدي يعني كل شيء من الجديد، يعني اذا بدك بلشت من الصفر. يعني شو اخذتي من اللبنانية غير اللغة؟ في كثير اشياء مثل traditions وامثال واشياء. امثال؟ امثال، في كثير حلوين. يعني اول شيء يعني لقيت صعوبة افهمهم، بس بعدين تعلمت. شو المثل اللي اول شيء مثلا؟ فالج ما تعالج مثلا. في كل حادث له حديث، اشياء مثل هول. شو يعني فالج لتعالج؟ يعني شغله مثل ما هي ما رح تتغير. بتعرفها فالج لتعالج؟ ما بتعرفها. مثل الكهرباء بلبنان مثلا. مثل الكهرباء وعجقة السير عم بتقول. عشقة السير فالج لتعالج كمان. والكهرباء شو؟ نفس الشيء. دق المي، دق، تعرفي دق المي، مي المي. شكرا لك لاريسا. نعيمي يزبك، مساء الخير. مساء الخير. سويسرا، اوكرانيا، انت نعيمي من وين؟ برازيلية. بس فهميني كيف برازيلية ونعيمي ويزبك؟ أنا ماي نيم، اسمي فرناندا يازبك بيريرا. يعني فرناندا بيريرا أنت؟ لا، أنا فرناندا يازبك بيريرا. بالبرازيل بابا وماما important name، family my mother يازبك. لا، ما نحكي عربي اليوم. أوكي سوري. عائلة ماي أمي. أمك. بيت يازبك، بس بابا وأمي. بي امك من بيت يزبك. وليه انت ليه بيريرا برتغيزي؟ انا برتغيزي سبانيش لبنانيه. بس ليه نعيم؟ ليه فرناندا؟ نعيمه ارتستيك نيم، فنانه. انا اسم فني كمان. انا رئيسة، انا بغني كمان. بتغني؟ سمعناك هلا عم بتغني. نعيمه ام فرناندا، شو بدك عيط لي؟ نعيمه يزبك. نعيمه يزبك، مش فرناندا. قد ايه بتحكي عربي؟ بتغني شو؟ بأي لغة بتغني؟ أنا ما بحكي كثير منيح مثل. أنا بفهم بطيح، لازم وايد تعلم. بفهم كل شيء، لازم وايد شوي شوي. شوي شوي. هلا عم تفهم علي؟ هلا أوكي. هلا أوكي. بطيح. بتغني بالعربي أو بالبرتغيزي؟ بالبرتغيزي. بتغني بالبرتغيزي. أنا بحب كثير بغني بالعربي. بتحبي عن ندى مثل ما شفنا؟ كثير حلو. أنا بتحب اللبناني، بس تغني باللبناني أو بتغني بلهجات أخرى؟ أول مرة أنا جاي على لبنان، جاي تعلم عربي، so I can بغني بالعربي أحسن.
بدك تتعلمي عربي كرمال تغني بالعربي احسن. ايه بس مش بروفيشنال، بس تعلم عربي بالموسيقى. بالموسيقى انا راكسة الرقص الشرقي. قلتي بدك تتعلمي عربي كرمال تغني عربي صح؟ إيه؟ شو بتغني غير شيء؟ بتغني طربي؟ ايه شوي انا تعلم ام كلثوم، فيروز، ام كلثوم بتعرفي؟ يارا بوبولار وكمان طرب، بس انا مش سيريوس، بس فور. شو كيف بتغني ام كلثوم يعني؟ بتعرفي مثلا انت عمري؟ ايه انت عمري؟ مش هلا هلا بدي اسمعها شوي. انت عمري كيف بتقوليها؟ والله؟ ايه غني ايه والله وحياة الله. رجعون يا عينيك ليه عن الرحو، علمون يندن الله الماضي وجراحو، ترررررن بان اللي شفته قبل ما شوفك عينيك، عمري ضيع يحسبوا ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته ترررن قبل ما شوفك عينيك، عمري ضيع احسبوا ازاي علي علي انت عمري. شكرا لك نعيمه. انا نعيمه اذا عم بتقليلي شوي 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 وهيك. انا كلمات، انا بتعلم كلمات ناو هلا بلبنان، انا تعلم كلمات. شو احلى كلمه؟ اي فيو اكثر، بتوسط الاحساس اكثر. شو احلى كلمه بالعربي؟ انا بحب كثير احسن احلى، بس كثير ديفيكولت، صعب فور مي. عين و كوترا ابدا بالبرازيل في هيدا. اليوم رحتي على ضيعه امك، تعرفتي اكثر على التقاليد اللبنانيه، رجعتي ايضا على ضيعه امك، عم تعرفي اكثر على لبنان ولا كلمه؟ فهمتي؟ مره ثانيه ما معروف. زرتي ضيعه امك؟ زرتي امك من وين؟ دغري شوي بخزبايا، بس كنتا وخمدون كرمال. امك من كل هون؟ تيتا وتيتا وتيتا. شكرا لك نعيمه. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.